قبل ما نتكلموا على دواعي الجزائر، هناك صحيح أنه في السنوات الأخيرة وخاصة هذه السنة فيه يعني عدد كبير من البلدان أعربت عن نيتها وعلى طموحها للانخراط في مجموعة البريكس. هذا الدواعي هذه طبيعة الحال كما قلت هي ناتجة عن التحولات اللي يعرفها العالم، وهذه التحولات إذا كان حبينا نقوله كذلك اللي سرعتها هناك تحولات عملت جائحة كورونا والصراع الروسي الأوكراني على تسريع هذه التحولات على المستوى العالمي. وهذا التسريع التحولات خلى عدد كبير من البلدان يفهم بأن مستقبل العالم، مستقبل الاقتصاد العالمي هو الآن في آسيا أو ما يسمى بلورو آزي، يعني المنطقة الأورو آسيوية. وبطبيعة الحال هذه البلدان، وهذا شيء مشروع، أنها تريد أن تكون لها مكانة في هذا التحول وتستفيد من التحولات اللي يعرفها العالم وتستفيد من التجربة نتاع البريكس. يجب أن نقول أن تجربة البريكس حققت مجموعة من الإنجازات الهامة، مثلا مباشرة بعد اللقاءات الأولى هذه البلدان طورت الشراكة فيما بينها خاصة في مجال البنية التحتية، يعني البلدان استفادت من مشاريع سواء داخل البلدان أو مشاريع مشتركة. كذلك أن هذه البلدان استطاعت أن تنشئ صندوق للتنمية، صندوق للتنمية الذي له طموح أن يخلف مكان صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وإن كان مازلنا بعاد، لازلنا بعيدون شوية على أنه يعني إمكانية أنه هذا الصندوق يخلف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، ولكن أمام التطورات الحاصلة مستقبلا يمكن لهذا الصندوق، صندوق التنمية تاع بلدان البريكس، يمكن أن يلعب له دور هام جدا على الساحة الاقتصادية الدولية للتنمية.